نتواصل مع ياسر دبابش مرة أخرى من تونس. ياسر، يعني إلى ما يشير هذا العدد الكبير نسبيا الذي ترشح في اليوم الأول فقط لانتخابات الرئاسة في ضوء متابعتك للمشهد في تونس؟ نعم خالد، مرحبا. يشير إلى ارتفاع في أعداد المترشحين في الأيام القليلة المقبلة. نحن نتحدث عن اليوم الأول 10 مرشحين، من بينهم 5 شخصيات مستقلة و5 شخصيات سياسية حزبية، أيضا من بينهم امرأة وهي رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسى. يعني هذا اليوم كان حافلا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية. هو اليوم الأول، يوم الجمعة المقبل يتم إغلاق باب التسجيل أو طلبات الترشحات للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 من سبتمبر المقبل. يعني هيئة الانتخابات تواصل الاستعدادات اللوجستية الفنية والتقنية، سيما وأن هناك أيضا يعني توازي بالتزامن بالتوقيت ما بين الانتخابات الرئاسية وأيضا البرلمانية. خالد، نعم، لكن ياسر، يعني من هي أبرز الشخصيات التي تقدمت بأوراق ترشحها من الشخصيات التي يعرفها متابعو شأن التونس الآن؟ نعم، أبرز الشخصيات نبيل القروي، هو رجل أعمال ورئيس حزب قلب تونس، كذلك الحال عبير موسي الأمين العام للحزب الدستوري الحر، ومحمد عبو من التيار الديمقراطي، وغيرهم من الشخصيات المستقلة، من بينهم أساتذة قانون وحتى رجل أمن وفق ما ورد من يعني متحدثين من هيئة الانتخابات، هكذا صرحوا منذ قليل. لكن خالد، هناك تسريبات إعلامية تتحدث بأن حركة النهضة تجري مفاوضات وأحاديث غير معلنة مع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، ربما تدعمه الحركة. هناك عدة خيارات أمام النهضة، وغدا سيعقد اجتماع لمجلس شورى الحركة. أول تلك الخيارات هو راشد الغنوشي الذي ينص النظام الداخلي للحركة على ترشيحه أوتوماتيكيا، إنجاز التعبير، كونه رئيس الحركة. ومن ثم هناك شخصيتين يعني متمثلة في عبد الفتاح مورو نائب رئيس الحركة، وكذلك علي العراقي. في المقابل خالد، هناك أيضا تسريبات إعلامية تتحدث بأن حركة نداء تونس تجري مشاورات ومفاوضات مع وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي، ربما لإقناعه بالترشح باسم الحركة أو دعمه على الأقل في الاستحقاق لانتخاب الرئاسي. نداء تونس والنهضة حتى هذه الساعة لم يعلنا عن المرشحين الرسميين لهم أو لهما خلال الانتخابات الرئاسية. هذا يفتح الأبواب بالتأكيد أمام كافة الاحتمالات، سيما مع إعلان الأمين العام لحركة تحيا تونس سليم العز بأن الحركة سترشح يوسف الشاهد، لكن الرجل قال بأنه لا يفكر يعني في التوقيت الحالي بذلك، لكن هذا لا يمنع ترشح، سيما ونحن في اليوم الأول، باقي 7 أيام. نعم. لقبول طلبات الترشحات للاستحقاق الرئاسي. نعم، ياسر دبابش مراسل الغد من تونس، شكرا لك على هذه التفاصيل.